شاء الله تعالى. عبد الرحمن على الهاشتاج يا ابو لما يقول اتوقع هبوط الاتحاد والشباب بسبب المشاكل الماديه والاداريه وممكن احد، يعني يرافق او واحد منهم يرافق احد. هذا شكله، هذا شكله امنيه شكله كذا. لا لا ابو لما يقصد من الاتحاد الدولي، ربما الاخ السائل يقصد من الاتحاد الدولي، يعني متى تم خصم نقاط او كذا. لا هي الناس المشكله في ناس يلخبطوا بين الامنيه وبين التوقع. صحيح صحيح فعلا. طيب ايضا الحرب يقول تغيير مدربين ظاهره بكل العالم، الدوري الانجليزي تم تغيير مدربين باول خمس جولات او مدربين باول خمس جولات، لذلك لا تضخمها يا ابو عبد الله. اي ما يخالف لا نضخمها، سوينا قارنا بالدوري الانجليزي بعد. لا لا بتكلم مع ابو لما ايضا، ترى ابو لما الحمد لله انا استطعت يعني بعد جهد جهيد ترى قعدت سنين نفس رايك، التوقع هو الامنيه. الان لا الحمد لله باستطاع ان يفصل، مثلا الان اتمنى فوز الهلال كاس اسيا واتوقع فوز اوراوا مثلا، زين لذلك عندي القدره الحمد لله بين التفريق. ترى هذه تحتاج جهد. الين متى وانت الين متى وانت تخلط بين التوقع والامنيه؟ الين قبل كم سنه؟ والله يمكن الى قبل 10 سنين او 12 سنه 13 سنه استطعت اني يعني اضغط على نفسي. تحتاج تركيز ترى، تحتاج تعويد، تعود نفسك على سلوكيات معينة أنك لما تأتي خلاص يعني فيها طريقة بسرعة تحيد كل مشاعرك وتبدأ في اتخاذ القرار. ليش تتوقع فوز أوراوا؟ أنت كذا تحبط الهلاليين. لا احنا خلينا نوصلها لما نجي. أنا عندنا عنوان ها؟ لما نجيها لما طيب نجيها. أبو لما أنت تخلط بين التوقع والأمنية ولا تفصل بينهم؟ يحاول يحاول ولا تحاول. أنا من أوائل الناس. شوف أبو لما في الاتحاد ها غير مع بقية الأندية، لا عاد شيء ثاني أكيد. طبعا طبعا شوف، لا أنا من أوائل من كنت دائما حريص أقول لهم يا ناس في فرق بين التوقع والأمنية. توقع غير، وعندنا خلط يعني أحيانا أنت يعني تأسف إنه أحيانا يكون حتى إعلامي يخلط بين الأمنية والتوقع، ففي في فرق كبير يعني أكيد. شوف أهم شيء إنك أنت حتى لو تعلن ميولك، وهذه أنا دائما الآن أنا مشدد عليها وحريص عليها خاصة في السنوات الأخيرة، أعلن ميولك، حب زي ما تبغى، أعشق زي ما تبغى، بس لا تسيء ولا تكذب ولا تكون غير صادق. يعني في مسألة يعني مباراة الاتحاد لاعب مباراة سيئة، ما يمكن أقول والله لاعب أجمل مباراة في التاريخ، صعب جدا. هنا صرت أنت متعصب ومنحاز وغير محايد. نعم. لكن حب وعشق زي ما تبغى. طيب